السلام عليكم ورحمة الله. تغطية خاصة لفعاليات المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للمتعاملين الاقتصاديين بالجزائر في 20 نوفمبر 2022. فيهم الرغبة، فيهم الأخوة، فيهم الرجولة، الحرير معانا. احنا رانا نمشيو بدعاوي الخير ودعاوي الأسرة الثورية باش نكونوا معكم بصراحة. نحن في إطار برنامجنا الوطني للأكاديمية التي ستكون دعما للاتحاد برئاسة الأستاذ أمين الذي نرى فيه الخير هو والزملاء والوفد تاعو، جيناكم برنامجنا اليوم متمثل بالشكل الاستثماري كي لا أطيل عليكم. لدينا مشاريع استثمارية في مجال السياحة، الثقافة، في مجال الصناعات التقليدية. هذا المجال مما يمكن الشباب من فرص التشغيل. درسنا 14 مشروع وطني في شقه السياحي. لدينا احنا رانا نشوفوا في السياحه في بلادنا عندنا مؤهلات سياحيه، عندنا، ولكن شكون اللي يقدم الاضافه؟ شكون اللي يحيي هذه المواقع؟ شكون اللي يبعث فيها مشاريع هادفه؟ في الشق السياحي سطرنا برنامج اللي ان شاء الله نعرضوه مع الاتحاد ويكون في اتفاقيه ثنائيه بنعزز الدور السياحي. اليوم احنا رانا نشوفوا في المستفيد تاعنا في الصيف قاعد من برا ويشكون بلادنا هنا، علاش ما نخلقوش مشاريع ذات تعاون كامل مع الفاعلين؟ احنا ما نحصروش الا بالاتحاد ولا في الاكاديميه ولا بالناس الفاعلين، نحلوا قنوات حوار ويكون كاين مشاريع مشتركه ونقدموها لرئاسه الجمهوريه. رئيس الجمهوريه عندما جيت بون يقول لكم ايدي في الشق الاستثماري، احنا رانا هنا ذلك، عندنا مشاريع مدروسه، عندنا اطارات، كفاءات. ما نعتقدوش على الكفاءات، رانا نخليهم جايين لور، لازم نقدموهم في مشاريع ونقدموهم. سبحان الله، رانا نشوفوا عندنا اماكن سياحيه غير كانت هذه مقتطفات من كلمة السيد صغير صدام حسين في فعاليات المؤتمر التأسيسي، وعلى هامش المؤتمر شرفنا بهذا اللقاء معه للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المؤتمر. السلام عليكم، تفضل حضرتك تعرفنا بالمؤتمر ونتائجه واهم الاحداث والمستجدات في المؤتمر الاقتصادي. معكم السيد صدام حسين، رئيس الاكاديميه الجزائريه للشباب واحياء التراث. نحن اليوم متواجدون هنا ضمن فعاليات المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للمتعاملين الجزائريين الاقتصاديين المستثمرين في هذا الشهر. نحن اليوم متواجدون هنا وجد سعداء بهذا المنبر وهذا الصرح الجديد الذي سيكون إضافة للمشهد الثقافي، المشهد السياحي في إطاره الاستثماري. نحن اليوم نثمن وجئنا هنا لنساند هذا المشروع اللي هو تأسيس الاتحاد الوطني للمستثمرين. جئنا اليوم ضمن الفعاليات التي بحضور ولايات جزائرية لتزكية هذا الاتحاد، بحضور فاعلين، بحضور سلطات أمنية ومدنية، بحضور فاعلين وطنيين لتزكية هذا الحدث. نحن هنا متواجدين بصفتي رئيس الأكاديمية الجزائرية لإحياء التراث، نقدم كل الدعم اللامشروط لهذا المشروع. نحن هنا للإضافة القيمة، للإضافة التي تخدم الجزائر أم. نحن هنا مع برنامج فخامة الرئيس في شقه الاستثماري، في شقه الثقافي، في شقه إحياء الذاكرة، وكل ما توعد به نحن ضمن البرنامج، وكنا سلمنا بحملة الرئيس ولا نزال. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بنشكر حضرتك وتمنياتنا للمؤتمر بالتوفيق، وتمنياتنا لحضرتك بدوام التقدم والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. شاكرين جدا. شكرا. شكرا. السلام عليكم.